مساء الخير مره تانية. مش عارفه ليه خليل السنه دي وانا بتفرج على نجمات حفل الجولدن جلوب كنت مركزه على الاسنان قوي، غريبه مش كده؟ هي الوضع فعلا غريب، بس خاصه الايام دي بقى ترند موضوع تجميل الاسنان وسط نجمات العالم. بس في فرق كبير بين التجميل اللي بيعمله نجمات هوليوود اللي بيخلي اسنانهم واللوك بتاعهم طبيعي جدا وكانهم ما غيروش اي حاجه الا اضافات بسيطه، وبين نجمات في الوطن العربي كانهم بقوا شخصيات تانية بعد التجميل. وده طبعا بينعكس على شكلهم لما بييجوا يقدموا ادوار شخصيات فقيره، فبتبقى الممثله مش مقنعه وهي بتمثل دور بنت شعبيه مثلا واسنانها مرصوصه وبتلمع 10 على 10. للاسف في نجمات مستعدين يعملوا اي عمليه تجميل بس عشان تبقى الرقم واحد وتنافس بقوة على الساحة الفنية. احنا سألنا بعض النجمات عن وجهة نظرهم في الموضوع ده وازاي بيتخيلوا شكلهم في سن الستين وايه عمليات التجميل اللي ممكن يعملوها. قابلناهم في افتتاح مركز متخصص في جراحة تجميل الأسنان وعرفنا منهم إجابات عن النجمات في عالم التجميل. الاهتمام بالشكل والجمال هو أول حاجة بتشغل بال أي فنانة، وبسبب هواسهم بالجمال وعمليات التجميل قابلنا راندا البحيري وامل رزق وانتصار في افتتاح مركز متخصص في جراحه تجميل الاسنان. انا شايفه ان عندنا دلوقتي الحمد لله دكاتره كتير هايلين، سنان عندنا طبها تطور جدا في مصر، التجميل والتقويم وكل حاجه. راندا البحيري عندها راي حاسم جدا في عمليات التجميل. انا ما بحبش عمليات التجميل إلا لو في الضرورة القصوى، لو في مثلا عجز معين في حاجة معينة، حد عنده مشكلة في دراعه، مشكلة في وشه بسبب حاجة، لكن أنا ضد عمليات التجميل بشكل عام، ما بحبهاش الصراحة. لكن السنان ده مش عمليات تجميل، السنان ده بتبقى فيها حاجات علاجية وبيبقى فيه مشاكل في السنان فبتتصلح. اهتمام معظم الفنانين بأسنانهم وعمل الهوليوود سمايل بيكون سبب لاستبعادهم في الأدوار البسيطة والشعبية، بس أمل كان عندها رأي تاني خالص. لا احنا كلنا دلوقتي بقى دلع، يعني انت عندك ما عندكش، عايز كله يعني اي حد عامل سنانه فكله عايز يبقى شكله يعني، وانا معايا انا مش ضده، لان مش ذنب الجمهور او ذنب الناس تشوفك مش حلو، ليه انا ضايق الجمهور يعني؟ ليه ما يبقى عندي حاجه معوجه او حاجه مش مظبوطه او شكل استاني مش كويس او شكله مش نظيف حتى، ليه ما اعملوش؟ خالص في ميك اب يعني تقدر تحط الوان على سنانك خالص، بالعكس الممثل يعمل اي حاجه. لا خالص طبعا، لا طبعا. ومش معنى ان انا، مش معنى يا جماعه، انا طول عمري معترض على فكره، على حكايه ان انا عشان ابقى شعبيه او من بيئه مستواها قليل شويه ان انا ابقى مش نظيفه او سناني مش كويسه، او بالعكس يعني انا مش مع ده خالص. اما انتصار بخفه دمها اللي عودتنا عليها، اخذت المايك عشان تحكي عن تجاربها مع دكاتره الاسنان واللي عملوه معاها. متعوده اشوف الدكتور اللي بيشتغل في كل حاجه، زرع وتنظيف وجلد وبيعمل اشاعه كمان واشعه مقطعيه، بيعمل كل حاجه، جن يعني الدكتور جن، وما عندوش وقت يعني، درس باظ باظ، ركبنا كراون ما ركبناش، شيل العصب اخلع الدرس او ركبي كراون، طب ما فيش نعالج، ما فيش نتعب مع بعض شويه عشان نكسب الدرس او نكسب السنه. متشكرين جدا.